نظمت مديرية الجميل بمحافظة ريما الفعالية السنوية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. مديرية الجبيل محافظة ريما اليوم فعالية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أول عملية غدر وخيانة في الأمة الإسلامية، والتي جاءت تنفيذا لمخططات تدمير وتفكيك الأمة الإسلامية. وفي الفعالية التي حضرها وكيل ريما صالح العياضي ألقيت العديد من الكلمات والقصائد المشيدة بشخص الإمام علي. مخططات التفكيك والتدمير للأمة الإسلامية بدأت منذ اغتيال الإمام علي وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا عبر بث الفرقة بين أوساط المسلمين والاقتتال فيما بينهم بغرض تهوين وإضعاف الإسلام ليتسمع لأعداء الإسلام السيطرة على الأمة الإسلامية. قتل بسيف محبوب على الإسلام، إن كل إنسان يتولى الإمام علي عليه السلام، إن كل إنسان مصدق برسوله صلوات الله عليه وعلى آله وبكتاب الله يجب أن تكون مشاعره على هذا النحو الذي كان يسيطر على مشاعر الإمام علي. أبي سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال له نعم. أجابه إذن لا أبالي. ابن ابي طالب كان قال له الرسول صلوات الله عليه وعلى اله انا مدينه العلم وعلي بعدها بطل التضحيه الامام علي كرم الله وجهه، الامام الذي حمل سيفه في سبيل الله فتصدع امامه الشرك والوثنيه، على الإسلام وتعلي عنانه على منكب الجوزاء تزهو وتكبر لتخلد يا صهر النبي محمد واسمك للتاريخ مجد ومفخر، تحييك أجيال مدى الدهر كلما بذكراك تجتاح الدموع وتعبر، إذا سألوا من شاد للدين صرحه أجابهم التاريخ والمجد حيدر، علي الإمام الحق مذ أن اسمه ترتله عبر الفتوحات خيبر. مهما تعلف فوق لاذات الجناح وعد زقائدها باسم العاصفة، مهما إمام الكفر حل المصطبح والناصبة بالمال باعوا ناصبة، مهما يدور الليل تاليها الصباح شعب اليمن يا ويل من يستضعفه. بالرجوع إلى الله والتقرب إليه هيهات لأعداء الإسلام أن يحققوا مآربهم الشيطانية وسينكسرون على أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لقناة اليمن من اليمن، عصام الحيث، محافظة ريمة.